أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم في كل مكان، وأهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم النيل اليوم. وموضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، لكن خلوني قبل ما أبدأ حلقتنا أرحب بزميلي. أهلا بك يا إيمان. أهلا بك يا أهلا أسماء. بك يا هيام. وموضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع بيهم الفرد والأسرة والمجتمع، وهو عن التدخين للأطفال وغير البالغين وغياب الجانب الأسري. وفي الحقيقة ظاهرة التدخين دي ظاهرة لم تكن وليدة العصر، لكنها ظاهرة موجودة منذ قديم الأزل. لكن الحديث بقى على مجتمعنا والظاهرة المؤلمة والمحزنة في نفس الوقت، اللي هي انتشار التدخين للأطفال وغير البالغين يا أسماء. طبعا يا هيام، والظاهرة دي هي ظاهرة انتشار شرب السجائر لكل الطبقات، وانها قد ايه اصبحت ظاهرة ذات ابعاد مختلفة. يجب علينا كأفراد دراسة كل المحاور اللي بتخص هذه الظاهرة، لانها مش بتأثر بس علينا كأفراد ولا على فئة معينة، ده بتأثر على مجتمع كامل وحتى الطبقة الجديدة من السن اللي هم الاطفال. وده هيكون موضوع حلقة النهاردة، وان الرقابة لها دور كبير جدا ومهم، خاصة وإهمال الرقابة ده هيام بيسبب انحراف الأبناء، وقد إيه إن الانحراف ده بيؤدي. ان كمان يا اسماء، ان دور الرقابه الاسريه ودور الرقابه في التشريع دي لها دور مهم جدا في الموضوع لانه التدخين. بيعتبر اصلا من اكبر الذنوب، لان الاهمال ده بيسبب اضرار مدمره بتعود على الابناء، وبتؤدي الظاهره دي بتيجي نتيجه ان الاطفال بيكون لهم حريه زياده ملهاش اي ضوابط ولا اي حدود، وده في الوقت ده او في اللحظه دي بنسميها بالتفكك الاسري او انهيار الوحده الاسريه. توضيح لكلام كلامك يا أسماء إن الانحراف السلوكي بالنسبة لأن الطفل بيلجأ للتدخين لغياب الدور الرقابي للأسرة، ربما أيضا لكثرة عدد أبناء الأسرة، فقد يلجأ الطفل للتدخين لغياب الرعاية الكافية اللي هو محتاجها، فبيلجأ لأصدقاء السوء، فبيلتقط أول سيجارة في حياته على سبيل التجربة، بعد كده التجربة دي بتتحول لعادة تتمكن منه، بالإضافة لما بيعرف يتخلص منها بسهولة. بالاضافه كمان يا ايمان، في حاجه اسمها التقليد الاعمى، ان الاطفال كمان بيبقوا عايزين يقلدوا اي حاجه وخلاص. كمان الاب والام اللي هم مدخنين وموجودين جوه البيت، فهم بيكونوا قدوه سيئه كمان لابنائهم. والمشاكل الاسريه طبعا كمان التفكك الاسري ليه عامل كبير جدا. تمام يا هيام، وتوضيحا لكلامكم انتوا الاثنين ان الضغوط الاسريه بتعتبر سبب من اضرار التدخين، ده صحيح جدا ان الضغوط الاسريه بتعتبر سببا قوي في اجبار الطفل على التدخين، لان الاطفال اللي هما بيكون سنهم اقل من 18 سنه تكون مناعتهم ضعيفه. وما اقصدش هنا بالمناعه الصحيه، لكن اقصد المناعه العقليه، لانه بيكون طفل ما عندوش الوعي الكامل ولا الادراك ان ايه اللي بيفيده وايه اللي بيضره، وخصوصا في الوقت اللي بيكون فيه مشاكل اسريه او مشاكل بين الاب والام، ده بيؤدي الى تفكك الاسره وانحراف الابناء. عشان كده في الوقت ده الطفل بيلجا الى التدخين، وبيهيئ نفسه ان هو كده بيخرج من الضغوط والمشاكل دي، لان الانحراف السلوكي يا اسماء نسبه كبيره جدا من انحراف الطفل. في الطفل اللي بيتجرأ وانه يشعل سيجاره على سبيل التجربه، قادر على انه يدخل عالم اوسع واكبر وهو عالم المخدرات. بعد كده ممكن يتم استخدام القاصرين في اعمال هدف منها محاربتها، اللي هو اعمال تجاره المخدرات، يعني يسرحوهم بالمعنى الاصح، والدوله بتسعى انها تحارب الاعمال دي، بالاضافه الى انه بيتم افساد المجتمعات وبيهدد الامن القومي، طبعا بيأثر على اقتصاد الدوله. ف 19.6% من سكان مصر بيدخنوا، اذا ففي ملايين من الاطفال بتدخن، فالتبغ بيدخل صدورهم فبيأثر عليهم بشكل صحي وبشكل عام. كمان ايمان، ومن ضمن المخاطر كمان اللي بيسببها التدخين المخاطر العدويه، وهو بيسبب امراض كتير هنذكر بعض منها زي القلب والرئه والحلق والسرطان، كمان بيسبب اصفرار الاسنان، كمان بيسبب اصفرار الوجه وده بيكون مدخل لمرض السل، كمان بيؤثر على صحه وجمال الشخص بوجه عام، وبيسبب امراض كتير كتيره جدا يا اسماء. واحنا قدرنا بس اللي احنا نجيب مختصر المفيد من الامراض اللي بيسببها التدخين. تمام يا هيام، بس اضرار التدخين مش بس عضويه، ده كمان نفسيه، وان الاطفال عموما يعني بيعانوا من لما احنا قلنا ان هم بيعانوا قبل كده من الضغوطات الاسريه دولت. ان هم كمان لو الطفل بيدخن من وراء اهله بيضطر دايما الى الكذب، خاصه الاطفال اللي هم بيكونوا عندهم اضطراب او
اتزان بيعانوا ايضا كمان من اضطرابات سلوكيه، فبالتالي بيلجا اصلا يعني دي في الظاهره ديت الى امراض تانية كتير، بس خاصه يعني النفسيه بتاثر عليه اكتر. كمان يا اسماء انت قلتي قبل شويه حته المناعه، انا عايزه اذكر كمان المناعه العاطفيه والمناعه الاجتماعيه. المناعه العاطفيه المفروض الاب والام دولت ان هم يشبهوا اولادهم عاطفيا بكل الحب، ما يبقاش طول الوقت ان هم بيرهبوا اولادهم لا وضرب وعنف طول الوقت اللي هم بيعنفوهم، لا لازم يحتوى اولادنا يحتوهم بالحب ويتفاهموا معاهم تمام، واللي هم يتعاملوا معاهم باسلوب ان هم يصاحبوهم. وكمان يا هيام لو الاطفال استمرت على ظاهره التدخين دي مش بتكون بس مقتصره على السيجاره وبس، لا ده بتكون بدايه لطريق اخر تاني للاسف، بيكون بدايه للمكيفات الاخرى زي مثلا شرب المخدرات، وزي ما ايمان وضحت في اول الحلقه ان هو بيأثر اصلا على المجتمع البلد والمجتمع كامل يعني. تمام، وكمان عندنا الجانب الديني، هنشوف كمان دور الجانب الديني وتحريم الدين للتدخين للأضرار الكتيرة اللي هو بيسببها، وكمان هنذكر بعض الأدلة الأدلة الدينية والقرآنية ومن الحديث والسنة اللي بتحرم التدخين، زي كما ورد عن قول الله تعالى ولا تقتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكمان ورد حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكمان في حديث لسيدنا عمر ابن الخطاب بيحثنا على التنشئة الاجتماعية والصحية والأخلاقية السليمة، وهو كرسول الله صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب، علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. كمان يا ايام ان العلماء اجمعت على تحريم ما يؤدي بالضرر بالبدن والجسم فهو حرام، فلافتا الى ان عاده التدخين دي مضره اصلا، بتسبب اتلاف المال والضرر بالجسم، ويبرهن على ان ظاهره التدخين دي حرام شرعا بالقاعده الفقهيه، ما ادى الى حرام فهو حرام. كمان يا اسماء في بعض الاشخاص اللي هم بيلجأوا للسجائر الالكترونيه للاقلاع، بيلجأوا لها اللي هم عايزين يقلعوا عن التدخين، ولكن الاطباء والعلماء والدراسات كمان اثبتت ان السجائر الالكترونيه دي ضررها نفس السجائر العاديه او التدخين العادي. وكمان كمان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت الشباب بعدم تناول أي منتج من منتجات التدخين الإلكترونية. صحيح. واستخدام الملصقات أو بخاخات الأنف اللي بدلا من السجائر الإلكترونية. تمام برضو. كل ده بيؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة. الإقلاع عن التدخين. كمان في وسائل بتساعد المجتمع في تجنب التدخين او تجنب الضرر اللي بيعود عليهم من التدخين، مثلا هنذكر بعض الامور منها. اول حاجه ان يجب على الاباء والامهات ان هم ما يدخنوش جوه البيت عشان ما يكونوش قدوه سيئه لابنائهم، وكمان ضروره الطلب من القادمين سواء الضيوف او اي حد مقدم الى البيت ان هو ما يدخنش جوه البيت، وده هنقوله لهم بطريقه شيك وطريقه كويسه. بس هو بيعمل لهم حساسيه؟ لا مش هيعمل لهم حساسيه، احنا ممكن نحط يافطه بسيطه كده ممنوع التدخين ونوضح لهم الاسباب التدخين، وكمان هيكون عندنا مكان مخصص جوه البيت للناس اللي هي حابه تدخن، وكمان هيكون مكان مفتوح علشان ما يسببش رائحه كريهه في المكان فيما بعد، وكمان ما يسببش اذى للناس الموجوده جوه المكان. يعني الاب يبعد ابنه عن المكان اللي فيه تدخين او المصدر اللي هيؤدي لتدخين. ايوه صحيح كمان، لان التدخين مش بيأثر بس على صحه المدخن، ده كمان بيأثر على صحه الغير مدخن وبيصيبه بالعديد من الامراض، لان الاشخاص اللي بتكون مدخنه بتتنفس دخان بنسميه دخان سلبي، وصنفته وكاله حمايه البيئه الامريكيه ان هو ملوث من الدرجه الاولى، حيث ان الاشخاص اللي بتتنفس التدخين السلبي ده بتعاني من نفس الامراض اللي بيعاني منها المدخن، زي مثلا ضيق التنفس، التهاب الشعب الهوائيه، اختلال في التدفق الدم. كمان الدراسات اثبتت ان التدخين السلبي الناس اللي بتستنشق الهواء الخارج من المدخنين ده بيعود عليهم بامراض اكتر كمان من المدخنين، لانهم هم بياخدوا كل الهواء الملوث منهم. كمان بعض في حاجه تاني من الامور برضو اللي احنا بنحمي بيها المجتمع من التدخين، اولا يجب على الجميع في كل وسائل المواصلات ان هو ما يدخنش داخل اي وسيله مواصلات، وان الدوله توفر لهم اماكن مخصصه للمدخنين. تمام. ايوه المفروض كمان على اي مسؤول اللي هو يعمل قوانين رادعه
في سواء الاماكن على الاشخاص اللي هم في الاماكن العامه او المغلقه بعدم التدخين، وتكون العقوبات دي رادعه لاي شخص مهما كان. يعني كمان ده بيتطابق مع القانون رقم 154 لسنه 2007 يا اسماء، وكمان يجب ابعاد الاطفال والحوامل عن الاماكن اللي بيوجد فيها التدخين، وكمان يجب التطبيق ان الاسره تقرب من الطفل اكتر وتحتضنه. لا احنا بنتكلم دلوقتي في الامور اللي بنحمي بها المجتمع من التدخين، يجب كمان اللي هو تطبيق القانون بشكل رادع. انا بشوف دلوقتي واحد المدرس بيدخن في الفصل، دكتور بيدخن جوه المستشفى، دي كلها اساليب بتخلي الطفل بتاخد كمان بيكون مدرس قدوه، يعني بيكون الدكتور اللي بيدخن جوه المستشفى. لما اجي اقنع انسان مدخن بالاقلاع عن التدخين، فهو شايف دكتور بيدخن قدامه، فهو هيطلع عن التدخين ازاي؟ ما هو ممكن يقول له مثلا انا نفسي اتخلص من السيجاره دي، نفسي ما عادش ادخن، فيديه دفع انه يكمل، وان ان انا مش قادر اعمل الحاجه دي، بس انت ممكن تقدر تعمل الحاجه دي. بس ده برضو دي اسلوب مش كويس من دكتور، ان هو فاهم الاضرار اللي بتنجم عن التدخين ده، ان هو قدوه سيئه. المدرس هو قدوه سيئه. في مقوله بتقول التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر، فيما معناه يعني ان احنا بندي مبادئ للاطفال ومن صغرهم، لما بيكبروا من الصعب اللي احنا او بيبقى بصعوبه جدا اللي احنا نغير المبادئ دي. طب ليه هو اصلا بيكون واخد اللي هو كمدرس قدوه ليه، اللي هو يعني مثل اعلى ليه، وهو بيشرب سيجاره، يعني دي اسلوب مستحيل، لانه ما عندوش مناعه يا اسماء انه يميز بين الصح والغلط. هو مناعته العقليه لسه ما اكتملتش انه يميز بين الصح وبين الغلط، فهو بيقلد اي حد يشوفه قدوه ونموذج ليه. تمام، وده اللي احنا كنا بنقوله يا ايمان، ان دور الاب والام دول الاساس، ان هم المفروض ما حتى لو هم مدخنين ما يدخنوش قدام ولادهم. بس مش شرط يا ايمان اللي هو يا هيام اللي هم يكونوا مدخنين، في اولياء امور كتير جدا ما بيكونوش مدخنين واطفالهم بيكونوا ده مدخنين. ده تاثير من المجتمع الخارجي او اصدقاء سوء مثلا، تاثيره كمان اهمال من دور الاب والام، ان هما ما بيحتويش ولادهم، ما بيراقبوش ولادهم، بس مش بي... انا عايزاهم يراقبوا ولادهم بطريقه غير مباشره، ان هما يحتوهم، يخلوا ولادهم هما اللي يجي يحكوا لهم عن المشاكل، او لو حد عرض عليهم التدخين خد السيجاره دي، لا انا مش عايزه ادخن، انا عايز صحتي تبقى كويسه. يصاحبوا ولادهم، يعرفوا هما ماشيين مع مين. بس تمام. يا ايام اللي بيأثر على الاطفال دي كمان اللي هي اهمال الرقابه بتاعتهم، لان الاب دايما بيكون مشغول والام، فده بيديلهم ما بيديلهمش اي مساحه اللي هم بيقعدوا مع اولادهم، وده اللي بيخلي الطفل اللي هو يلجا لاصدقائه بره، سواء بقى هم ما يعرفوش اللي ده صح او غلط. وده بقى اللي احنا بنطالب بيه اسماء، ان المجتمع من اول الاب والام والمدرسه والمجتمع ككل، ان هو يكون ليه دور في التوعيه، مش بس في التدخين، في العادات السيئه والسلبيات اللي المجتمع، الحاجات اللي داخله علينا من السوشيال ميديا والسلبيات الكتير اللي احنا بنشوفها. وكمان يا هيام في جزء مهم جدا داخل المدرسه اللي هو الاخصائي الاجتماعي. تمام، فمن الضروره ان المدرسه تفعل دور الاخصائي الاجتماعي، ازاي؟ انه يتقرب من التلاميذ ويتعرف على مشاكلهم والضغوطات اللي بتواجههم، لانه بس مش بيأثر على مستواهم الدراسي، لا ده بيأثر على سلوكهم، ويحاول ايجاد حلول للمشاكل والضغوطات اللي بتواجههم. صحيح يا امان، بس اضرار التدخين مش بس زي ما في اضرار تدخين، في كمان حلول للتدخين، والحلول دي مش متوقفه بس على دور المجتمع ودور الاسره، ده كمان متوقفه على دور المدرسه. هنقول طب ازاي المدرسه ليها دور في حل ظاهره التدخين؟ طبعا كلنا عارفين ان وزاره التربيه والتعليم متعاونه مع وزاره الصحه بانهم بيقوموا بحملات علاجيه في المدارس، فدور المدرسه هيظهر من هنا، فاللي هو هيقوم بحملات قومية للكشف عن الصغار، لنستطع كدولة التمتع بقدرتهم العقلية والبدنية في الإنتاج. وطبعا مش هيحصل كل ده لما يكون الطفل في حالة صحية جيدة. طبعا ده بيأثر على الاقتصاد جدا يا أسماء، لأنه بيخلق عمالة غير متكافئة، عمالة غير عندها مشاكل صحية، فممكن ان الدولة تستغل مصاريف العلاج اللي بتصرفها على ملايين المدخنين يا هيام في استخدام اعمال البنية التحتية او في تحسين مستوى المعيشة. تمام،
او ادخال كمان وسائل حديثه للتعليم او اي تطوير اي مرفق نتحسن للدوله مستوى الدخل محتاجاه. وكمان يا ايمان كما انت زي ما انت قلت قبل شويه الاخصائي الاجتماعي كمان في اخصائي نفسي اللي هو ازاي يأهل الطفل ده نفسيا ان هو يقلع عن التدخين ويكون متصالح مع نفسه ان هو يكون عنده اراده ان هو يسيب التدخين. مش بس كده ده احنا مش احنا هنستبعد حته الترهيب للطفل او الطالب مش بس الطفل، الترهيب ده عامل سيء جدا المفروض اللي احنا ما نستعملهوش نتجنبه. في حاجه بقى اسمها الترغيب وان احنا نكافئ الطفل على اللي تركه التدخين. طبعا يا هيام ممكن بناء على كلامك ان ممكن نستدعي اخصائي نفسيين اصلا في المدارس ديت تكون خريجه من الجامعات الحكوميه او الخاصه من وزاره التربيه والتعليم بانهم يعملوا ندوات او محاضرات في المدارس بحيث ان احنا نوجه الطلاب مش بس نوجههم الى الطريق الصحيح بس من الناحيه النفسيه ده كمان التربويه كمان. كمان يا اسماء ممكن نستخدم الطفل اللي هو اللي اطلع عن التدخين ونكافئه ان هو يدي محاضرات لزمايله ازاي اللي هو يواجه التدخين وازاي يكون عنده قدره واراده لمواجهه التدخين. كمان هو كمان هيكون حاسس ان هو قدر يعمل حاجه، مش حاجه صعبه الاقلاع عن التدخين مش حاجه صعبه بس بالنسبه له كانت حاجه صعبه وهو ازاي يعني ازاي تجاوز المرحله الصعبه ديت. صحيح. فهيكون بالنسبه له حافز كبير جدا هيفرق في حياته هيغير حياته. وده ما بيتمش الا مع ضروره التواصل مع الاسره ان الاخصائي الاجتماعي ده او والاخصائي النفسي كمان لهم دور مهم جدا وان يوجه الاسره ازاي تتعامل مع الطفل بطريقه صحيحه، طريقه ما تحسش الطفل انه متراقب. تمام. زي مثلا في علامات بتدل ان الطفل ده بيدخن زي نفاذ المصروف بسرعه، وجود حرقه او لسعه على الملابس بتاعته، اصفرار الاسنان، رائحة الفم الكريهه، انه مثلا اسلوبه بيتغير، شفايفه كمان بيبقى لونها متغير، لون عينيه بيبان عليه اصلا اجهاد بيبقى شاحب واصفر وجسمه كمان بيبان عليه اللي هو تاثير للظاهره دي. وكمان في حاجات ممكن نفعلها، نفعل دور الوسائل التعليميه والالكترونيه في المدارس والجامعات اللي احنا نديهم ندوات ومحاضرات. كمان انا هذكر مثال حصل معايا وانا في الجامعه، كان في احد الطلبه استاذنه من الدكتور بتاعي لو سمحت يا دكتور عايزين نوضح بس معلومه لزمايلنا. فهم دخلوا كان في الوقت ده كان منتشر نوع مخدر، نوع المخدر ده كان البعض بيضحك على زمايله وبياخدوا المخدر ده وسيله اللي هو يجره لحاجات تانيه سلبيه كتير. فهم شرحوا دخلوا ما خدوش 5 دقايق بس هم وضحوا ايه هو نوع المخدر ده، ازاي بيتم استدراجنا للمخدر ده، لا هيخليك تذاكر، هيخليك تسهر، هيخليك ووضحوا لنا ازاي. انا بالنسبه لي كنت منبهره بس بعد كده بيتحول لادمان. ما هم بيوضحوا لنا ازاي يكون عندنا وعي، ازاي نواجه السلبيات الموجوده في المجتمع مش بس جوه الجامعه لا خارج الجامعه كمان. بناء على كلامك انت بتوضحي ان احنا ممكن نواجه الظاهره ديت باستخدام وسائل التكنولوجيا في مدارس، استخدام وسائل التكنولوجيا واستخدام الطلبه كمان، ده هيكون حافز كبير جدا وحافز معنوي ليهم وهيكونوا كمان قدوه لزمايلهم اللي غيرهم من زمايلهم اللي هم هيكونوا عايزين يقلدوهم. بس في مدارس ما بيكونش عندها الامكانيات اللي هي دي ابسط امكانيات ممكن اي ممكن دي ابسط امكانيات ممكن اي مدرسه تستعملها. انت هي بتستخدم العنصر البشري، يعني انا بستخدم العنصر البشري عشان اطوره وانميه، مش محتاج تكنولوجيا لو في مدارس ما عندهاش. وما اعتقدش ان في مصر دلوقتي مدارس ما عندهاش وسائل تكنولوجيا، ده احنا كمان في ممكن نستخدم عصر متحضر جدا. تمام. كمان في التعليم حصل فيه تطور ملحوظ، كمان وسائل التكنولوجيا دي ممكن نستخدم مثلا الفيديو كونفرنس اللي احنا مثلا ممكن ننقل تجربه احد المتعافين في المستشفيات بدل ما ننقل الطلبه وحد فيهم يتصاب بما ان احنا بقى في كورونا وكده، ننقل من خلال الفيديو كونفرنس ده تجربه احد المتعافين او المقلعين عن التدخين ويوضح للطلبه ويوضح للمجتمع ازاي تجربة التدخين ده مر بيها وايه السلبيات اللي ادت بيه ولما ترك التدخين ايه الايجابيات وايه واثر على نفسيته ازاي، هو بقى حاسس بنفسيته ووضعه في المجتمع، تأثيره في الحياة عموما بقى شكله عامل ازاي بعد ما اقلع عن التدخين. وكمان يا ممكن نعلم الطفل انه يقول لا للتدخين،
تمام. في الامر ده طبعا بيحتاج مهاره وشجاعه من الاباء، لان في طفل بيختلف من طفل الاخر، فممكن الطفل مثلا يستخدم روح الدعابه انه يقول لا انا ما بدخنش، انا مش عايز اسنان البيضة تكون صفرة، انا عايز انفك فلوسي في حاجه مفيده. هو مثلا انه يلقي الضغط على الاخر، انه يقول له مثلا انت عمرك شفت رياضي بيدخن؟ او نجيب الطلبه دي يا ايمان اللي هم يروحوا يشوفوا حاله قبلهم ازاي اضرار التدخين والظاهره دي عموما يعني اثرت عليهم، واللي هم ازاي مش قادرين يعالجوا نفسهم بعد فوات الاوان ده لما تكون في بدايتها، اللي هم يبعدوا عن التدخين ده كمان هتؤديهم الى مستقبل افضل. كمان في بعض الوسائل اللي بتساعد اي مدخن للاقلاع عن التدخين، اول حاجه ان هو يكون عنده اراده فعلا من جواه ان هو عايز يبطل تدخين. ايوه، يعرف الدافع من عنده، دافع عنده اراده ذاتيا اللي هو لا انا خلاص انا مستقبلي، حاسس ان مستقبلي بيضيع. لا يسال نفسه هو بيدخن ليه، صح؟ ما هو ده اللي بيحط نفسه قدام مرايته كده، قدام ذاته، قدام ضميره، انا بدخن ليه؟ انا حاسس مثلا في ناس كتير بتدخن، مش بس بتدخن ده بتاخد حاجات تانية يعني، ففي ناس بيبقى عندها اراده لا ستوب انا عايز دلوقتي اللي انا ابطل، انا عايز مستقبلي يتغير، انا عايز فعلا احقق حاجه في الحياه، فهو لازم يكون عنده اراده فعلا اللي هو يبطل تدخين. صحيح. وكمان برضو تنظيم الاسره ليه دور كبير جدا علشان الاسره تاخد بالها من الطفل. الاسره عامه عليها دور الاب بقى يعني. الاب والام كمان يجب ان هو يحط يقف قدام نفسه كده ويشوف ايه الاضرار اللي بتعود عليه من التدخين. طب هو لو ساب التدخين ايه بقى الحاجات التانية الايجابيات اللي هتعود عليه لو ساب التدخين؟ طيب تاني حاجه كمان لازم ان هو يمارس الرياضه، كمان لازم اللي هو يبعد عن الناس المدخنين ومخاطرتهم والجلوس معاهم، عشان كمان يفتى نفسه في حاجه هو بيحبها بحيث اللي هو يشغل نفسه بيها، ان هو يصاحب ناس كويسين، يتعرف على ناس جديده، يخرج يشوف مثلا حاجات، يقرا كتاب. كمان احنا بندعو للقراءه، كمان ان القراءه كمان بتطور من الشخص وبتزود الثقافه بتاعته. كمان ان هو يتبع نظام حميه غذائيه صحيه، وان كمان الاب كمان يا هيام يحتضن الطفل بشكل اكبر، الاب يحتضن الطفل بشكل اكبر. تمام يا ايمان، للاسف وقت حلقتنا انتهى، وكان نفسنا نكمل اكتر من كده، والى اللقاء في حلقه جديده.